أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الإنسان هو المخلوق الأهم في عالم الدنيا، من أجله خلق الله المخلوقات الأخرى، وعلى أن هذا الكون مليء بالألغاز والعلاقات المتشابكة والتركيب المعقد، إلا أن مفاتيح استكشافه وحل الغوامض والمبهمات فيه بمتناول الإنسان إذا عرف الطريق الصحيح لذلك. ولأنه أي الإنسان قد يخفق، وكثيرا ما يحدث ذلك في التوصل إلى كلمة السر التي تفتح له آفاق الكون وتكشف له أسراره وتزيل مبهمات علاقات الأشياء فيه، فإن نفسه تصاب بالاضطراب والقلق. يتمثل هذا الاضطراب في حالات الاكتئاب والتشاؤم المفرط واليأس، وقد يتطور ذلك إلى إتيان السلوك الشاذ كمختلف الانحرافات الأخلاقية التي تصل عند البعض إلى ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية، فتكون مسألة إثارة الحروب عنده أبسط من أي مسألة أخرى. السؤال: ما هي خارطة الطريق التي وضعها خالق الكون للإنسان كي يهتدي بها لاكتشاف العالم الذي يعيش فيه، فيتحقق بذلك اطمئنانه النفسي وتهدأ روحه، فيستقيم سلوكه ويعيش منسجما مع المخلوقات الأخرى؟ وما هو موقع المعنويات في رفد النفس البشرية بالطاقة لمواجهة التحديات في الحياة؟ هل ترك الله الإنسان الذي خلقه عرضة لمواجهة تعقيدات الحياة دون أن يسلحه بحاجته لوسائل المواجهة؟ أيعقل هذا؟ وعليه ينبغي أن نتعرف على جزئية من عنصر الشحن الروحي دليلا في طريق العروج إلى آفاق المعنويات، كي نصعد ونقترب من الهدف الأسمى وهو رضوان الله عز وجل. يشرفنا في هذا المقام سماحة الأب المربي آية الله السيد عبد الله الغريفي حفظه الله في حديثه حول الموضوع، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ونحن نستقبل الشهر الفضيل، يجب أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال:
كيف تهيأنا لشهر الله؟ كل واحد منا فليطرح على نفسه هذا السؤال: كيف تهيأ لشهر الله؟ وهل وضع لنفسه برنامجا لتغطية مساحة هذا الشهر، أم يترك الأمر بطريقة عفوية وضمن البرامج العامة المتحركة في المنطقة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان خطب خطبته الرمضانية المعروفة. هذه الخطبة أتمنى أن يقرأها كل واحد منكم. هذه الخطبة أتمنى أن يقرأها كل واحد منكم. خطبة ليست طويلة وموجودة في مفاتيح الجنان في بداية أعمال شهر رمضان، خطبة صفحة صفحة ونص. هذه الخطبة اقرأوها قبل شهر رمضان، واقرأوها في شهر رمضان، وواظبوا على قراءتها حتى انتهاء شهر رمضان. هذه الخطبة تشكل برنامج متكامل للإنسان الصائم. هذه الخطبة رمضانية لرسول الله تشكل برنامج لتغطية مساحة هذا الشهر. احنا في برنامجنا الرمضاني في مقطع عبادي، هذا المقطع العبادي في البرنامج. حينما تضع لنفسك برنامج، هذا البرنامج مجموعة فقط مقاطع، خل عندك ورقة قلم ودفتر وابدأ قبل دخول الشهر بوضع جدول وبوضع برنامج. هذا البرنامج في أول مقطع، المقطع العبادي، وهنا أعني العبادة بالمعنى الخاص. المقطع العبادي في صلاة، في صلاة واجبة، حاول في هذا الشهر بالخصوص أن تحافظ بدقة على أوقات الفرائض، ومطلوب في كل الأزمنة وفي كل الأشهر أن يحافظ الإنسان على وقت الفرائض. فكيف في شهر الله؟ وكيف في هذا الشهر العظيم؟ حافظ على أداء الفرائض في أوقاتها الفضيلة بدقة، حافظ على حضور المساجد، حافظ على حضور صلوات الجماعة. وهذه فرصة العبادة، شهر العبادة، شهر الابتهال، شهر التبتل، شهر الانقطاع إلى الله. إذا لم أولي العبادة اهتماما كبيرا 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 في هذا الشهر، فمتى سأوليها اهتماما؟ الصلاة هذا جزء من المقطع العبادي الأساس في برنامج الإنسان في هذا الشهر. حافظوا على الصلاة، صلاة الجماعة، صلاة المساجد، صلوات مستحبة أخرى إذا تستطيعون مارسوها، فرصة لعروج الروح، فرصة البناء، بناء الارتباط بالله. في صلوات مستحبة وخاصة صلاة الليل حافظوا عليها، أو صلوها في بعض الأوقات
إذا لم يتسع للإنسان أن يصلي في كل ليلة فليصلي في بعض الليالي تهجد بالأسحار. الأسحار وما أدراك ما التهجد بالأسحار، فرد حالة مهمة جدا. هذه التهجد قطعت الصوت. التهجد بالأسحار هذا عبادة. إذن المقطع العبادي ما أريد أسترسل به، هذا مقطع أساس في البرنامج الرمضاني، في صلاة، في دعاء، في تلاوة قرآن، في أذكار، في كثرة استغفار. هذا مقطع عبادي. في مقطع روحي أخلاقي تربوي، كيف أربي روحي، كيف أربي أخلاقي، كيف أربي سلوكي. هذا مقطع، هذا غير مقطع الصلاة والتلاوة والذكر. هذا إليه فقراته، إليه مساحته. هذا مقطع من مقاطع البرنامج. في مقطع ثقافي، كيف أربي وعي ثقافتي فكري، هذا أيضا يحتاج إلى فقرات. في مقطع اجتماعي، في مقطع رسالي، هذه مقاطع. أنا أقول اقرأوا خطبة الرسول، قد تجدون مفردات متكاملة في صياغة برنامج للإنسان في شهر رمضان. الخطبة الرمضانية لرسول الله تضمنت ثلاث فقرات رئيسة. الخطبة تضمنت ثلاث فقرات رئيسة. الفقرة الأولى من فقرات هذه الخطبة التذكير بأهمية الشهر الفضيل. بدأ الرسول صلى الله عليه وآله خطبة المباركة بأن ذكر المسلمين بأهمية هذا الشهر وبعظمة هذا الشهر وبقيمة هذا الشهر. أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة ومغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. إذن هنا الرسول يتحدث عن قيمة شهر رمضان، يذكر الإنسان، يخلق وعي بقيمة هذا الشهر. هذا مقطع الأول من مقاطع الخطبة الرمضانية، التذكير بقيمة شهر رمضان. المقطع الثاني التذكير بالضيافة الربانية في هذا الشهر. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. إذن ذكر الرسول بقيمة، في المقطع الأول ذكر بقيمة شهر رمضان، في المقطع الثاني ذكر بقيمة الضيافة. هذان المقطعين ما رايح استرسل في الحديث عنهم، نبقى مع المقطع الثالث من الخطبة، وهو التذكير بقيمة وثواب الأعمال في هذا الشهر. رسول بدأ يذكر أعمال، حث المسلمين على الالتزام بها بما لها من ثوابات عظيمة عظيمة جدا عند الله. خلنا نأخذ بعض مفردات من الخطبة التي تذكر بقيمة العمل في شهر رمضان.
ما هي الأعمال التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله في خطبته وحث المسلمين على العمل بها في هذا الشهر العظيم؟ هذه بعض مفردات. المفردة الأولى: أنفاسكم فيه تسبيح، أنفاسكم فيه تسبيح، عطاء رباني كبير. النفس، النفس ليس مختار، أنا لست مختارا في تنفسي، النفس يدخل ويخرج بلا اختيار، حتى وأنت نائم تتنفس. هذا النفس الذي يخرج ويدخل بدون اختياري، الله يقول أنا أعتبر هذا النفس أعتبر تسبيح لكم، وأسجل لكم ثواب التسبيح، وأنت تتنفس أنت تسبح في هذا الشهر. أي فيض رباني، أي عطاء. أنا أتنفس، وكم أتنفس في الدقيقة، كم أتنفس في الثانية، في عدد معين من الزفير وشهيق، وكل هذه المساحة من التنفس التي لا تنقطع كلها تسجل تسبيح، يعني عبادة، تعطى ثواب العبادة على نفسك الذي لست مختارا فيه. كم نفس خلال هذا الشهر؟ هذا النفس الذي لا ينقطع كل يسجل لك تسبيح. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة. النوم أيضا ليس حالة تمثل عملا أمارس فيه شيئا، أنا أفقد كل شيء في نومي، عقلي، وعي، إدراكي، كل يروح، حسي. مع ذلك اللطف الإلهي، النبي يقول أن هذا النوم يعتبر عبادة، يسجل لكم عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاءكم مستجاب. هذه فقرة في الخطبة تتحدث عن مساحة من العطاء الرباني في هذا الشهر. مفردة ثانية: أيها الناس، الخطاب لرسول الله يخاطب به المسلمين: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. أن تفطر صائم عمل لقيمة اجتماعية ولقيمة عبادية، وله ثواب عظيم جدا، كان له بذلك عند الله عتق رقبة أو نشمة. ثواب عتق، كأنك اعتقت نسمة بإطعامك بإفطارك لمؤمن في هذا الشهر، تحصل ثواب العتق والمغفرة لما مضى من ذنوبه، تمسح كل الذنوب إلا حقوق الناس ديك لها خصوصيات، ذنوب اللي بينك وبين الله تمسح بدعوة لمؤمن تفطره في هذا الشهر، عملية مسح كامل لكل معاصيك لكل ذنوبك. أي عطاء كبير لعمل كم يكلفني أن أطعم مؤمنا؟ لا يكلف كثير، وإذا أطعمت أكثر من مؤمن ف
فذلك العطاء العطاء الكبير عند الله. قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك، كان الوضع الاقتصادي عند المسلمين كثير من عندهم وضعهم عادي ضعيف، قالوا يا رسول الله ما نقدر احنا نطعم، مو كنا يقدرون يطعمون، احنا هل نكون محرومين من الثواب لأننا لا نستطيع أن نطعم أن نفطر صائما؟ قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة ماء. ما تقدر تعطي واحد تمرة فطر بتمرة، شق تمرة مو بتمرة كاملة، ما عندك شق تمرة تقدمها، ما عندك شربة ماء تقدمها لصائم. اتقوا الله ولو بشق تمرة، شق تمرة تدخلك الجنة، صدرت بصدق بنية صادقة فعلا تريد أن تتقرب إلى الله بهذه الشقة من التام، شقة التمرة، أنت تريد أن تتقرب إلى الله صادق بقلب نقي بنية صادقة وقلب طاهر تتقي النار، أنت تنقذ نفسك من النار بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. ما عنده قدرة بعد يفطر صائمين، بس يقدر يعطي ماء، يقدر يعطي تمر، خلي يقدم. حتى في الحديث بعضهم قالوا وإذا كنا لا نستطيع حتى على شق تمرة فاقبل الدعاء، إذا دعوت تحصل على الثواب. على كل هذه مش هذا عمل، هذا عمل إليه معطياته، إليه ثوابه، إليه أجره، إليه معطياته الاجتماعية، يخلق تكاتف، يخلق تآلف، يخلق محبة، يخلق تواصل، وهذا هو شهر التواصل الاجتماعي، هذا اللون من ألوان خلق الواقع المتواصل المتكاتف المتحاب. هذه فقرة في الخطبة. مفردة ثالثة في الخطبة أيها الناس، حتى تلاحظون أن الرسول صلى الله عليه وآله نوع، يعني في مفردة عبادة، في مفردة عمل اجتماعي، في مفردة عمل أخلاقي، في مفردة عمل تربوي، في مفردات متعددة. لذلك قلت هذا برنامج متكامل. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هنا عمل أخلاقي، هنا مساحة بناء أخلاق، بناء أخلاق عند الإنسان، وهي مساحة مهمة جدا. من حسن منكم في هذا الشهر خلقا، احنا يؤسف الكثير من شهر رمضان، الكثير من الناس في شهر رمضان تسوء أخلاقهم، تسأل ليش؟ يقول أنا صايم، يعني هو الصايم أخلاقه تسوء يعني؟ لو الأحسن أخلاقه تتحسن، ما له خلق وما له شو اسمه، ويتنفس بسرعة ويغضب بسرعة، وإذا قيل له قال أنا صايم. الصايم لازم يكون نموذج
في خلقة، في طهرة، في نقاء، في حب للآخرين، في تعامل مع أهل بيته، في تعامل مع أولاده، في هذا هو هذا قيمة الإسلام وقيمة هذا الشهر. حسن في هذا، مو أخلاق العادية، يرتقي بأخلاقه. يعني حتى لو كان عندك أنت خلق في بقية الأشهر، ارتقي بمستوى أخلاقك في هذا الشهر، حسن أخلاقك أكثر، ارتقي بمستوى هذه الأخلاق في علاقتك، في حديثك، في تواصلك مع الناس. شنو الجزاء لمن حسن خلقه في هذا الشهر؟ يتواضع، يعبر عن طهر، عن نقاء، عن صفاء، عن محبة، يفرغ من قلبه كل الأدران، كل الشوائب، لا تبقي في قلبك حسد لأحد في هالشهر. نقي قلبك، نقي قلبك حتى تكون فعلا ضيف حقيقي عند الله، مو ضيف حقيقي عند الله قلب مملوء بضغينة وحسد وشحناء وبغضاء. لذلك حتى ندخل الشهر ونحن في ضيافة ربانية حقيقية، شوي نصفي خلافاتنا، الشحناء اللي ما بينا نشيلها، البغضاء، التقاطع، التهاجر، كل هذا ننهيه قبل شهر رمضان. هذا شهر استثنائي عظيم، وما يدرينا أننا ندرك هذا الشهر في العام القادم. كم من أحبتنا وكم من إخواننا وكم من شبابنا العام شهر رمضان السنة هم بين الأجداث في القبور. أنا أضمن أدرك شهر رمضان آخر؟ إذن لا نفوت الفرصة يا جماعة، أي لحظة من لحظات هذا الشهر لا تفوتنا، أي دقيقة. فمن حسن منكم في هذا الشهر، خلنا نفرغ كل ما في داخلنا من شحناء خطيرة جدا في الحديث في ليلة القدر. يا أعظم الليالي، أعظم ليلة في الدنيا في الكون ليلة القدر. تنتهي ليلة القدر، يلتفت الملائكة إلى جبرائيل: يا جبرائيل، ما صنع الناس، ما صنع الله بأمة محمد في هذا الشهر؟ الملائكة يسألون جبرائيل، سيد الملائكة: يا جبرائيل، كيف صنع الله بأمة محمد صلى الله عليه وآله في هذا الشهر؟ يقول جبرائيل: غفر الله لهم إلا أربعة. ما أسوأ هؤلاء الأربعة الذين لا يغفر لهم حتى في ليلة القدر، ما أسوأ هؤلاء الأربعة الذين لا يغفر لهم في أقدس ليلة وأعظم ليلة وأفضل ليلة وهي ليلة القدر. لقد غفر الله لهم إلا أربعة: مدمن الخمر، والعاق والديه، وقاطع الرحم، والمشاحن لفي قلب شحناء وبغضاء. هذا ما أقول، إحنا خلنا نطهر قلوبنا حتى نهيئ أنفسنا للضيافة الربانية، بلا شحناء بلا بغضاء. من حسن، أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقا كان له جواز على الصراط
يوم تزل فيه الأقدام، في صراط يوم القيامة. شنو هذا الصراط؟ الحديث يقول أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا تعبير رمزي، شمو تعبير حسي نقدر احنا نستوعبه. عالم الآخرة عالم غيب وما ندرك ذلك العالم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الآية ما ندري، عالم غيب. مش هذا مؤشرات الصراط يوم القيامة؟ شنو؟ أدق من الشعرة أحد من السيف، والناس يمشون عليه أصناف. حتى نفهم من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط. الناس يسيرون على الصراط أصناف. صنف يمر كالبرق الخاطف، هذا نمط من الناس يملكون طاقة روحية رهيبة. شايفين البرق الخاطف شلون يمر على الصراط كالبرق الخاطف؟ هذا نمط من الناس، هذا أرقى، هذا أرقى أنماط الناس، يمر على الصراط كالبرق الخاطف. وصنف يمر على الصراط كعدو الفرس. شون الفرس السريعة؟ بس طبعا هذه مرتبة أقل من المرتبة الأولى، ذا كالبرق الخاطف. هؤلاء يمرون كعدو الفرس، واحد راكب على خيل ومنطلقة بقوة يمر. شهد الصراط كم يقطعه الإنسان، كم مسافته، كم امتداده، الله أعلم. صنف يمر وصنف يمر كعدو الفرس، وصنف يمر على الصراط جريا يركض. هذا ما عنده وسيلة، هذا يمشي على رجله بس يركض يجري. فما ادري احنا من اذا علمنا انفسنا الجري، مو الجري الرياضي طبعا، بس في الدنيا اذا نجري صدق نجري بسرعة الى العبادات، الى المساجد، الى الطاعات، الى اعمال الخير. تقدر تجري بسرعة على الصراط، تقدر تجري على الصراط بسرعة، لأنك في الدنيا تدربت، تدربت على الجري في طرق الطاعة والعبادة والخير. صنف يمر على الصراط جريان، وصنف يمر على الصراط مشيا، ما يقدر يجري. ليش ما يقدر يجري؟ لأن في الدنيا ما كان يجري، كان يروح متباطئ للمسجد، يروح متباطئ للفعالية الدينية، يروح متباطئ، ما يروح سريع، ما يجري، ما يبادر. هناك أيضا كيف أنت الآن ترسم حركتك على الصراط؟ ترسمها أنت اليوم، تريد تكون كالبرق الخاطف، تريد تكون كعدو الفرس، تكون جريا، تكون مشيا. هذا يمشي، هذا ما يقدر يجري، لأن في الدنيا ما معود نفسه على الجري في طريق الله، في طريق العمل للإسلام، في طريق الخير، في طريق العبادة. مش يقدر يمشي كما كان في الدنيا يمشي، يمشي سريع، يمشي ببطء. هذا الصنف. وصنف من الناس يمشي حبوا، هذا حتى على مشي على رجله ما يقدر، يعني يبدو في الدنيا الشكل هو الدنيا يحبو، يعني كناية، يروح بشكل متباطئ جدا كمن يحبو على يديه ورجليه. هناك على الصراط أيضا يحبو. الشهادة كم
بيقطع الصراط، صراط خطير، جسر على جهنم، صراط جسر على جهنم، تمر وجهنم موجودة، لأن هذا يحوى يحوش قد يأخذ من الوقت حتى يخلص الصراط، وش قد طول الصراط، سنة سنتين عشر مئة سنة ألف سنة ما تدري، الصراط طويل. وقسم يحبو وقسم هذا ما يقدر يهتز، ما يقدر يثبت نفسه حتى على الحو، ما يقدر يتمايل يمين وشمال ويسقط في النار، يسقط، هذا بعد ما يقدر، خطوة خطوتين ترتبك أقدامه على الصراط حتى حبو ما يقدر يسقط في النار. حتى نفهم ومن حسن منكم في هذا الشهر خلقا كان له جواز على الصراط. شقد ترتقي بأخلاقك اليوم، هناك توفر لنفسك حركة حقيقية آمنة على الصراط. هذا مفردة من مفردات الخطبة. مفردة رابعة، أنا ليش أقول لكم اقرأوا الخطبة دائما، لأن فيه مفردات فعلا تربينا بهالشهر، مو تقرأها لي مرة أو مرتين، اقرأها بشكل دائم، ولو واحد كل يوم يقدر يقرأها ما تكلفه 3 دقائق قراءتها حتى يشوف أمامه منهج برنامج. الفقرة الرابعة، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. احذر أن تسيء إلى أحد في الشهر، احذر أن تظلم أحد، بدءا من زوجتك وأولادك، والزوجة أيضا بالنسبة للزوج، بالنسبة لجارك، بالنسبة لإخوانك، بالنسبة للناس بشكل عام. شر كف شر، لا توصل ظلم شر للناس. الحديث الظلم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إيش قد حسنات عند الإنسان، مصلي وصائم وحج واعتمر وزار وقرأ القرآن، كون لرصيد كبير كبير من الحسنات. يأتي الظلم فيأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني هذا الكم الكبير من الحسنات يحترق بظلم. هذا ظلم فرد، فكيف لو ظلم شعب بكامله؟ كيف إذا ظلم أمة بكاملها؟ هؤلاء الظلمة الظلم. حذاري حذاري من الظلم. في حديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول، يخاطب أصحابه يوم من الأيام، عادة الرسول من أساليبه يطرح سؤال على الناس ويشوف شنو رأيهم ثم يجاوب، يحرك فيهم التفكير. هذا منهج، مو يجي رأسا يطرح الفكرة ليخليهم يفكرون ثم هو يطرح. في اليوم الأيام يسألهم الرسول، يسأل جماعة الصحابة القاعدين، أتدرون من المفلس؟ إحنا بتعبيرنا المفلس، هو الجواب الطبيعي. لو واحد سألكم من المفلس، ها ما عنده بيزات أو هذا المفلس؟ قالوا يا رسول الله، المفلس
من لا دينار له ولا درهم هذا المفلس. قال لا، المفلس من يصلي ويصوم ويحج ويعمل الطاعات ويعمل الخيرات ولكنه يظلم هذا ويعتدي على هذا ويأكل مال هذا، فيأتي يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة يجون الغرماء، يجون الغرماء، يجي هذا ويقول يا رب هذا ظلمني، هذا ظلمني، أنا أبغي حقي، اليوم يوم الحقوق، يوم العدل الإلهي، يا رب ظلمني، فيؤخذ من حسناته تعطى. وش تبغى؟ أنا محتاج لحسنات اليوم، يوم الحسنات، فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا الغريم المظلوم، يقول له خذ، خذ من الحسنات مليون حسنة، مليون حسنة حسب الظلم. يأتي ثاني، يا رب ظلمني، فيؤخذ من حسناته وتدفع له. يأتي ثالث، يا رب ظلمني، ثالث ورابع وخامس وعاشر، وظالم بشر. فيأتي العاشر، يا رب ظلمني، حسناته خلصت بعد ما عنده، انتهت كل الحسنات. فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه، لازم حقوقهم يأخذونها، وحسنات انتهت، عندنا سيئات يا رب خذها اعطيها، فتؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه، ذلك هو المفلس، هذا المفلس الحقيقي. إذن ومن كف منكم في هذا الشهر ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. الغضب الإلهي خطير، صحيح رب رحيم وكريم، بس ظلم العباد، لو تجاوزت عن ظلم ظالم انت ظالم، العياذ بالله، الله ما يتجاوز عن ظلم الظالمين. هذا مقطع، ما ادري ظاهرا في وقت لاسئله بعد، تبون اسئله؟ يعني الحين انا اخذت من عندكم ساعه الا ربع تقريبا، نكتفي لو اواصل؟ ها نعم، لا انا ما عندي زحمه، بس عليكم انتم، نخليها الأسئلة، أكتفي لهنا. ها؟ أكمل؟ يا. خمسة، بخلي الخامس هذا وأترك البقية المقاطع. أنا عندي كم مقطع؟ عشرة مقاطع، نخليها نص، خمسة، والبقية في محاضرة ثانية إن شاء الله. خمسة، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. الاهتمام باليتيم عظيم في الإسلام، كفالة يتيم، رعاية يتيم، المس على رأس يتيم، إشكات دمعة يتيم، هذا عظيم 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 عند الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يعني شنو؟ موقع كافل اليتيم قريب من موقعي. إيش قد قيمة هذا العمل العظيم، كفالة يتيم.
تتبنى يتيم تكفله، تشارك في مؤسسة ترعى لأيتام، تخفف معاناة يتيم، سمو دائما بالفلوس، أحيانا بالرعاية الاجتماعية بأي شكل من الأشكال، إكرام يتيم، تخفيف من معاناة هذا الإنسان اللي فقد أباه، يعيش فراغ. هذا يحتاج أن نملأ هذا الفراغ، يريد حس يخفف معاناته، يخفف آلامه. هنا القيمة الكبيرة لرعاية اليتيم، وبالمقابل القيمة الخطيرة 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 لظلم اليتيم ولأكل مال اليتيم، يأكلون في بطونهم نارا. هذا الذي يأكل مال يتيم يأكل في بطنه نار، عياذ بالله. هذا اليتيم الذي لا يملك حولا ولا قوة، يجي واحد ويظلمه، يظلم بيته، يظلم أرضه، يظلم ماله، يظلمه بأي شكل من أشكال الظلم. في حديث يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله دخل على علي على أمير المؤمنين، وكان يشكو وجعا في عينه، متألم أمير المؤمنين. معصوم يتألم كما نتألم، هنا معصوم يقول ما يحس بالألم، ألم المرض لا يحس به ويتألم مثل ما نتألم. علي بن أبي طالب كان عنده وجع في عينه شديد، وكان يتألم بشدة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله. شاف أمير المؤمنين يتأوه يتألم من شدة ألم العين، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أحدثك بحديث ينشيك وجع العين، خليك تنسى وجع عينك. قال: بلى يا رسول الله، حدثني. فبدأ النبي يقول: إذا حضر ملك الموت إذا حضر ملك الموت لقبض روح الكافر، مو المؤمن، لا، لقبض روح الكافر، إذا حضر ملك الموت لقبض روح الكافر حضر ومعه سفود من نار. السفود صيخ غليظ بس نار تلتهب، فيقبض روح الكافر فتضج جهنم. هكذا تقبض روح الكافر. فاستوى علي جالسا وقال: يا رسول الله، أنسيتني ألمي وجعي، أعد الحديث. فعاد صلى الله عليه وآله الحديث، فالتفت إليه أمير المؤمنين وقال: يا رسول الله، أيصيب ذلك أحدا من أمتك؟ هذا اللون القاسي من قبض الروح للكافر، في أحد من الأمة؟
يصيبه ذلك، قال نعم. حاكم ظالم، هكذا يقتقبض روحه. وشاهد زور، خطير شهادة الزور. وآكل مال اليتيم ظلما، شوف شد خطورة أكل مال اليتيم في سياق الحاكم الظالم وفي سياق شاهد الزور. إذن ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. الحديث الخطبة مملوءة بمفردات اقرأوها وسجلوها هالمفردات حتى تكون برنامجكم، مو قراءة ترفية، لا، قراءة من أجل العمل، من أجل التطبيق. وهذه فرصتكم مع هذا الشهر العظيم. أستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونترك المجال للأسئلة. أحسنتم سماحة السيد وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم إن شاء الله طويلا. الأخوة اللي عندهم أسئلة مكتوبة أو يمكن مداخلات بإمكانهم الإشارة إلى ذلك حتى يأخذوا فرصتهم. سماحة السيد، أشرتم أن كما هو موجود في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله أن هناك برنامجا متنوعا وضعه رسول الله للمؤمن في شهر رمضان. السؤال، إذا كان هذا المؤمن غير متهيئ قبل شهر رمضان للالتزام بهذا البرنامج الذي من الواضح أنه يحتاج إلى شخصية معدة مسبقا، فماذا يعمل؟ كيف يحظى بالنفحات الربانية بأقصى حد وهو غير جاهز قبل شهر رمضان الكريم؟ ويمكن جلسة أو جلستين أو ثلاث قبل الشهر تخلق شيء من الاستعداد. أنا أقول المفروض هو الإنسان طبعا يأخذ زمن حتى يهيئ نفسه لهذا الشهر الفضيل، لكن ممكن في جلسات في آخر أسبوع من شعبان، في آخر أسبوع من شعبان يبدأ يهيئ نفسه للضيافة الربانية، في تهيئة فكرية وفقهية. وأنا قلت في أحد المحاضرات بالتهيئة لشهر رمضان أن اطرح على نفسك ثلاثة أسئلة قبل شهر رمضان. السؤال الأول، كيف أصوم صوما صحيحا؟ السؤال الثاني، كيف أصوم صوما واعيا؟ السؤال الثالث، كيف أصوم صوما مقبولا؟ في صوم صحيح، في صوم واعي، في صوم مقبول. ومو دائما الصحيح يصير مقبول، ولا دائما الصحيح يصير واعي. النموذج الأرقى أن يكون صومك صحيح وواعي ومقبول. كيف أصوم صوما صحيحا؟ بتعلم الأحكام الشرعية للصوم، أقرأ في الرسالة العملية، أحضر دروس فقهية، أواظب على حضور الدروس الفقهية حتى أصحح صيامي من الناحية الفقهية، شروط الصيام، مبطلات الصيام، الأمور التي تأثر على صحة الصيام،
هذا إعداد فقهي وأحاول أن أطبق. هذا يحتاج بحث، وإن شاء الله الدروس والأحاديث العلماء في المساجد اتهيئ الناس لصوم صحيح من الناحية الفقهية. كلكم تقرون وكلكم عندكم رسائل عملية، أفتح باب الصوم وأبدأ أقرأ. الما يعرف يقرأ يسأل، يسأل. اليوم ما في حجة سيد، اليوم ما في واحد يقول ما أقدر أسأل. اليوم حتى العجوز عندها تلفون، هذا اللي يسمونه، ما أدري يسمونه أنتون، تقدر تتصل بأي واحد تسأله. بالأمس ممكن يقول ما مش عالم في قريتي، ما مش عالم اتصل به. اليوم ما في حجة، اليوم تقدر تتصل وتسأل. ما عندك عالم في القرية، ما عندك عالم في قرية ثانية، ما عندك سيارة تروح تسأل. عندي، ما عندي أولادي يسألون عني. اليوم حتى البنات الصغار عمرها 5 سنوات تعرف تستعمل هذا. بنتي اسألي، تصلي بشيخ عيسى اسألي، تصلي بالغريف اسألي، تصلي بالشيخ الفلاني اسألي عن المسألة الفلانية، يأتي الجواب في اللحظة. ما في عذر اليوم. هذا الصوم الصحيح نسميه، كيف نصوم صوما صحيحا، كيف نصوم صوما واعيا. وش الصوم؟ وش معنى الصوم؟ صوم بس صوم البطن والفرج والباطن، لو صوم الروح، صوم الأخلاق، صوم القيم، صوم مضمون يصوغ الروح، يصوغ أخلاق، يصوغ حركة. هذا معنى الصوم. إذا صمت فلتصم جوارحك، هذا الصائم الحقيقي. ولذاك الرسول يقول امرأة كانت صائمة وكانت تسب جارية عندها أو تظلمها، قال أتوا لها بطعام، قالت يا رسول الله إني صائمة، قال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ شون صائمة تسيئين إلى صوم بناء روحي أخلاقي تربوي. هذا الصوم الواعي، هي الصلاة الواعية. وإلا سهل الصوم، واحد يمتنع عن الأكل وشاب يقول لك رياضة، أنا أسوي رجيم، وهذا مو شكل الصوم. أبسط ما فرض الله على الصائم وترك الأكل والشرب، هذا أسهل شيء. صوم مو هالشكل. إذن كيف أصوم صوما واعيا مو بس صحيحا؟ وهذا يحتاج أيضا أقرأ، وفي كتابات وفي أحاديث، وأي العلماء ما يقصرون عندهم أحاديث تربوية توجيهية حول الصوم. السؤال الثالث، كيف أصوم صوما مقبولا؟ ربما أصوم صوم صحيح وواعي بس مو مقبول. القبول إليه شروط خاصة، من جملتها ترك المعاصي. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. أترك المعصية، أبتعد عن الظلم، لا ما أشيء لأحد، حتى يكون صومي مقبول. إنما يتقبل الله من المتقين، قرآن. حتى أحقق صوم مقبول أحتاج أطهر قلبي، يحتاج أطهر نيتي، يحتاج أن أهيئ ذهني، استعداداتي الذهنية. إذن قبل الشهر يبدأ الإنسان يطرح على نفسه هاي الأسئلة، ويبدأ يهيئ بالمقدار اللي يستطيع، ولا يقول ما في وقت وما أقدر. لا، هذه فرصة، إذا فاتك هذا الشهر قد لا تعوض، فابذل جهد، استنفر وقتك، استنفر جهدك في الاستعداد للشهر المبارك. أحسنتم سماحة السيد. بالنظر إلى الزحمة الموجودة في الواقع من مؤثرات السلبية على نفس الإنسان وعقله وروحه، يعني يبدو أنه يمكن أن يدخل في صراع بين الجانب الإيجابي في الاستفادة من عطاءات شهر رمضان،
والجانب السلبي في مؤثرات الواقع المعاش. كيف يمكن أن يوازن الإنسان بين أن يكون حيا في المجتمع يتحرك فيه وبين أن يكون محافظا على عطاءات شهر رمضان الكريم؟ هو شيء حصن نفسك روحيا وتحرك في كل المواقع حتى الملوثة ستبقى محصنا. تحصين الروحي، تحصين الروحي يحمي الإنسان من كل التحديات وكل الإرهاصات وكل التلوثات. في ناس الآن يعيشون في قلب الواقع الفاسد وقلب المجتمعات الفاسدة، وهو قمة إيمان وقمة تقوى وقمة روحانية، ما بتلوث لأنه محصن نفس التحصين حقيقي. إذن كيف نحصن أرواحنا تحصينا حقيقيا؟ وهذا يحتاج إلى تربية عملية وإلى برنامج عملي للتحصين الروحي، في استعداد، في تعبئة، في حصانة، هكذا برنامجنا الروحي، الإعداد الروحي، التعبئة الروحية، التحصين الروحي، هذا برنامج. وفي كتابات في هالمجال كثيرة، وإذا حبيتون تسألون بعض العلماء عن كتابات لتعلم الإنسان كيف يحصن نفسه. إذا أنت بحاجة حتى تحمي نفسك من كل التلوثات المحيطة بيك، واليوم التلوثات غزتنا في كل مواقعنا، مو التلوثات اللي في الشارع، في تلوثات أخطر، تلوثات غزتنا من خلال المواقع. اليوم يمكن اللي عاشوا بالخمسينات وبالستينات والأربعينات، الشباب هذا ما عاشوا ذاك الوقت. احنا يقولون اذا واحد شوي يريد يفسد يفسق يروح مكان يسمونه السينما، يروح وين؟ السينما. اليوم يحتاج يروح السينما؟ لو بغرفة النوم قاعد على فراشه ويضغط على زر وينفتح أمامه فسق الدنيا كلها. بس المؤمن إذا تحصن، لو تنشحن الدنيا فسق وفجور، هو محصن. إذن كيف نحصن أنفسنا؟ هذا واحد. اثنين، كيف نقوي إرادتنا؟ هنا تحدي لواقع فاشل، هنا يحتاج واحد عنده إرادة يقتحم. ما خلي الباطل يقتحمني، أنا لازم أقتحم مواقعهم، أنا لازم أصير عندي إرادة صلبة قوية. كيف نقوي إرادتنا؟ هذا يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى ثقافة حتى أقوي إرادته. فحصن نفسك وقوي إرادتك، وضع نفسك ضمن مشروع رسالي، جمعيات رسالية، جمعيات إيمانية، مؤسسات إيمانية. ما عاد اليوم الجهد فردي، بالأمس يمكن أن أواجه باطل بشكل فردي، اليوم لا، في مؤسسات، نحتاج لمؤسسات، نحتاج لمواقع. فحصن نفسك هو إرادتك، نشط قدراتك الرسالية وارتبط بالمشروعات الإيمانية، تستطيع أن تكون وجودا حاضرا. وكم وجدنا نماذج برزوا قمم، صاروا قمم في العطاء وفي التحدي للواقع الفاسد. هذا اللي يستسلم يقول والله ما أقدر أنا، ووضعي والمجتمع كله فاسد والضغوط حولي كلها كبيرة، وهذا إنسان انهزامي، هذا إنسان ضعيف، هذا إنسان ما حصن نفسه ولا حصن إرادته ولا حصن وعيه. أحسنتم سمع السيد. في سؤال للسيد أمين، بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤالين، السؤال الأول يفرض نفسه، وطبعا كما بدأتم بخطبة الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول بدأ بالخطبة
والشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيها فلا تفتح فيها أبواب دائما تفتح فلا تفتح فلا. فالرسول صلى الله عليه كأنما يريد منا أن نحسن أنفسنا حتى في المستقبل نحافظ على هذه الاستقامة. يعني الآن السؤال اللي فرض نفسه إهني كيف نستطيع أن نحافظ على خاصة الظاهرة الموجودة أنه بداية الشهر الكريم الإنسان ربما أو معظم الناس يحافظون على هذه العطاءات الروحية لهذا الشهر الكريم، ولكن مجرد تبدأ فترة يعني تمتد فترة أسبوع أسبوعين يبدأ الجفاء خاصة هناك أساليب كثيرة مقصودة وغير مقصودة تحاول أن تسرق هذه العطاءات من هذا الشهر الكريم. هذا السؤال لهني. السؤال الآخر هو أنه نتيجة هذه الأحداث المتسارعة على مستوى المنطقة، الأحداث السياسية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم كله، ترى الإنسان اليوم يدخل المسجد وهو يحمل هذا الجهاز، جهاز الآيفون، حتى لا يفوته ذاك الخبر أو ذاك الخبر، يترك حتى ركعتي التحية أو غير ذلك، يفلت الترفافلات يبغى بس يشوف الخبر وصار محاكمة فلان أو كذا أو الحدث اللي في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني. يعني ما هو نصيحتكم سيدنا لهذا الموقف، لهذا الموضوع، حتى نحافظ على عطاءات هذا الشهر؟ عشان يعني بالنسبة للسؤال الأول، يمكن واحد يدخل شهر رمضان بزخم كبير، روحانية كبيرة، بشوق كبير، وقد يفتر هذا الشوق وتفتر هاي الروحانية. أن أقول هو حتى نحافظ على الوهج الروحي إلى نهاية الشهر وحتى إلى ما بعد الشهر لازم نضع لنا برامج. مشكلتنا إحنا ما مبرمجين وقتنا ولا وضعنا على الله. يمكن أسمع لي كلمة في المسجد أو ما أسمع، يمكن أسمع لي حديث أو ما أسمع، يمكن أقرأ كتاب أو ما أقرأ. لا، أنا أقول إذا صدق جادين إحنا في أن نكون ضيوف حقيقيين لازم نضع لنا برنامج. اتعبوا يا جماعة، هذا شهر يستاهل، العطاء مو عادي وحصيلة هذا الشهر مو عادية. إحنا اليوم خلى واحد يقول إلنا أكو مشروع بتحصل من عنده 10,000 دينار إذا تشتغل به، تسهر الليل والنهار من أجله لو ما تسهر الليل والنهار من أجله؟ ها؟ 10,000، مو 10,000، 1,000. ما أنام ولا أستقار وكل طاقاتي أحركها من أجل 10,000 دينار. زين، وين مثل الجنة التي وعد المتقون؟ فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سيقول هذه آخرة، مو هذا نقد بحصلها 10,000، وين هذه بالآخرة؟ لا لا، لو ربنا أنفسنا لا تتحول الآخرة حضور حقيقي. هنا نحتاج تربية، هنا يأتي دور العلماء في تربية الناس. إحنا ناقصتنا تربية، لو مربين أنفسنا يتحول العطاء الآخرة حضور، حضور يملأ كل حياتنا ويملأ كل استعداداتنا. برنامج، هي البرنامج اللي يخلي الطاقة الروحية مستمرة عندي ما تنخفض وتزداد. كل ما يمر يوم من شهر رمضان أزداد طاقة، أزداد حيوية. إذن مشروع تربية، برنامج، كيف أضع لي برنامج؟
في كتابات، احنا عندنا كتاب اسمه البرنامج العملي للصائمين، كتاب يضع برنامج للصائمين موجود، وموجود كتابات اخرى. فضعوا لكم برنامج، هذا البرنامج، واحتاج احاسب نفسي يوميا ايش قد استفدت من هاليوم الرمضاني، مر يوم من شهر رمضان ارتفعت الحالة الروحية عندي لو بقيت لو انخفضت يوميا. إذا صدق إنسان جاد ويريد يصير ضيف حقيقي عند الله، إيش هذا يقول هذه ما كل ما يخش بذهني ما يخش بعقلي أنا، هذا شيء آخر. لما يخش بعقله ويعتبر كل هذا هراء وما له قيمة، لا مو هراء، هذا قرآن، هذا حديث رسول الله، هذا حديث أئمتنا، مو هراء. إذا واثقين صدق بالعطاء الأخروي لا نشتغل بطريقة أخرى، ذاك لما واثق بالعطاء الأخروي بعد شغلته شغلة، ذاك راح محتاج يصحح أصل إيمانه. أما إذا عدنا إيمان وثقة بالقرآن وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث أئمتنا، يقولون لنا ترى العطاء كبير في شهر رمضان مو عادي، فأعطوا من وقتكم، أعطوا من جهدكم. ما هذا الذي يستقبل الشهر بحماس وبعدين يقفز، هذا أصلا بعد ما عارف كيف يتعاطى مع شهر رمضان. هذا بالنسبة للجانب الأول. الجانب الثاني أيضا هو جزء من ضعفنا النفسي وانهزامنا النفسي، أن كل شغلة حولنا تشغلنا عن اهتماماتنا الدينية والروحية. هذا اللي بيشغل تلفونه عن عبادة وعن صلاة، أنت داخل المسجد لمدة عشر ربع ساعة نص ساعة ساعة، خلها إلى الله، أعطي أعطي أعطي، مو حامل لك التلفون في كل لحظة. أنت استغل كل لحظة، يعني هاي الدقائق اللي أنت في المسجد بيها هذه دقائق عظيمة عند الله. أشغل نفسي بالدنيا، ويا ليت بعد اتصالات من أجل الإسلام، وممكن واحد ممكن يتصل من أجل قضية دينية قضية إسلامية يجيب على السؤال، هذا جزء من. أما هذه والله بطالع بسمع خبر، أخبار الدنيا مملوءة وتقدر وقت آخر، يعني ما تقدر ربع ساعة نص ساعة ساعة شوي تتخلى، لا أنت مسؤول دولي تتابع الأخبار لحظة بلحظة، ولا العالم متوقف على أنك أنت تتابع الأخبار. إذا في خبر مهم بعد المسجد بتسمعه. أشغل نفسي بتلفون وأشغل نفسي بشسمه في لحظات هي أثمن اللحظات وأعظم اللحظات، أشغل نفسي بقضايا هنا وهناك وأضيع مساحة من عطاءات ربانية كبيرة. ومو تقول فيها ناس وعدم خلي التلفون ووقت الصلاة يشغل الناس عن الاستماع، وبعض أصوات التلفونات بعد موسيقى ويشغل الناس ويخلي الناس يسمعون الموسيقى في الصلاة، والشيطان وين وصلنا؟ وانتم تحرمون الموسيقى خليكم تسمعونها وانتم تصلون. وهذا الشكل يطوف حول البعد حول الكعبة وقاعد يحشي. هل أعطي لنفسك وقت؟ أنت الآن في بيت الله حول أقدس بيت، يا جماعة شوي، هل نحتاج لنربي أنفسنا على أن نحصن أنفسنا أمام هذا اللون من الاختراق؟ ويحتاج يخترقوننا الآن بقضايا، اخترقونا من هالمواقع، يحولوننا إلى ناس مسحورين إلى هذا الواقع الشيء الفاسد، وتزحف المظاهر حتى إلى مساجدنا حتى إلى حسينياتنا. هذا الخطيب يحكي وكل واحد حامل تلفونه، زين هو أولا يشوش على الخطيب، وثانيا هو ما يستفيد. أنت لحظات ساعة نص ساعة تحضر مجلس الحسين استفيد قربة إلى الله أنت اسمه، يخلي ثقافة تتحرك عندنا شوي. وما حد يحكي بعد، من يشوف ما حد يقول له أنت ليش اسمه. لو يوجد واحد اثنين ثلاثة أربعة ينهون الناس ويحاسبونهم، يأمرون بمعروف ينهون عن منكر،
شوي ضغطنا على هالحالات اللي جاي تربك مواقعنا الدينية وتربك مواقع عباداتنا بهذه الطريقة. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله فيكم ولكم منا ومن الحضور من إدارة الماتم جزيل الشكر والتقدير وخالص الدعاء لتجشمكم عناء المشاركة والمساهمة في هذه المحاضرة التربوية المفيدة إن شاء الله. نشكر سماحة السيد. وقبل الختام نحب أن ننوه للأخوة الحضور جميعا أنه خلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله سيكون شعار فعاليات المأتم فلا يتدبرون القرآن بحضور سماحة السيد هاني المعلم في النصف الأول من الشهر الكريم، وشكرا لحضوركم. بمناسبة ما ذكر الأخ الأستاذ عن شعار أفلا يتدبرون القرآن، في مشروع وطبق في بعض المناطق وأتمنى لو يتعمم، وهي القراءة القرآن التلاوة القرآنية الجماعية. هي عبارة عن اختيار ساعة قبل الغروب في المسجد بحضور مقرئ متخصص في القراءة في التلاوة القرآنية، يتلو جزء من القرآن، جزء واحد من القرآن، ويتابع الحاضرون التلاوة معهم، يسميها تلاوة جماعية. هذه تحقق أكثر من هدف. أولا أنت قرأت جزء كامل من القرآن في بيت من بيوت الله، وإيش قد عظيمة تلاوة جزء كامل من القرآن، يمكن ما يتيسر لك في بيتك، يمكن ما تلاوة كاملة لجزء كامل من القرآن في بيت من بيوت الله. اثنين، انك تدرب نفسك على التلاوة الصحيحة، قراءة القرآن بطريقة صحيحة، انت تتابع مقرئ متخصص، فتتلو القرآن تلاوة صحيحة، تحسن ترتيلك للقرآن، تحسن تجويدك للقرآن، وبطريقة سهلة جدا. أنت معلم، ما عليك إلا أن تتابع مع هذا المقرئ، وهي ساعة ليست إلا خاصة، الإنسان يستعد لصلاة المغرب بساعة، يهيئ نفسه يحضر المسجد، حضور المساجد، البقاء في المسجد، ثواب البقاء في المسجد عظيم. فكيف إذا كان مع كتاب الله وتلاوة كتاب الله؟ هذه تجربة نجحت في المنامة في بعض المناطق وأثمرت كثير، ونتمنى لو تتعمم هاي التجربة في كل منطقة في المسجد ساعة واحدة، شوفون لكم مقرئ متخصص، وما في منطقة ما فيها دارسين للتلاوة، وإلا بالتنسيق مع الجمعيات القرآنية يوفرون قراء متقنين للقراءة، وبالتالي إحنا نحقق أهداف التلاوة القرآنية. إلى جانب هذا، إذا قدرنا نوفر جلسات تدبر، جلسات التدبر غير جلسات التلاوة، التلاوة فيها تدبر بس تدبر سريع، في جلسات تدبر قرآنية نبقى ولو مع مقطع من القرآن، نحاول أن نفهمه، نحاول أن نستنطق دلالاته، نحاول أن نكتشف معانيه بالرجوع إلى بعض التفاسير، بالرجوع إلى بعض الكتب، فتتشكل عندنا ثقافة قرآنية. ذلك من شروط التدبر القرآني وجود الثقافة القرآنية، فلو استطعنا أن نعبئ أنفسنا بثقافة قرآنية يسهل علينا استنطاق المضامين القرآنية من خلال التلاوة. أحسنتم سماحة السيد،
شرفتمونا وشرف الله مقداركم إن شاء الله. ونؤكد أيضا على إعلان الآخر بأن سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله ورعاه سيكون في ضيافة مأتم المرخ ليلة الاثنين القادمة بإذن الله تعالى. نشكر سماحة السيد ونشكر حضوركم. بارك الله فيكم جميعا. الصلاة على محمد وآل محمد.